ريفيرونس بارابور لي ماتش اللي فاتوا قبل منه، كانوا اقل مستوى بصراحه. ولا كنا اون بلان شارج، ولكن يعني كان جاز ماتش بلوس تكتيك كوتر شوز. كانت تلبيه تاع الرغبه ديالنا تاع اللاعبين في العمل اللي درناه، كانوا يابليكيو، نشوفوا احنا هما يابليكيو. نو سيريس كو 40-45% على الاقل تحس فيهم يابليكيو. الحمد لله نجحوا، كنا احسن. ولا هذا الشيء ما يعنيش ان الفريق وصل قريب يوصل لافورم. والله شو نقول لك؟ مدى جاهزية اللاعب؟ لا ما نعطيكش ان بورسونتاج، نعطيك وقت يعني قريب يلحقوا لافورم. لا بليبار دي جوار سون قريب لافورم ديالهم، لافورم سبورتيف راني نحكي. فوالا كو دي بونور لينا، مي لو ترافاي يبقى، لو ترافاي كوتيديان. واحد ينسى، واحد يسهى، واحد كلك تعرف كيفاش اللاعبين. لكن لو ترافاي ماشي، وانا جو سوي كونتون مع الاولاد، يعني في العمل تاعنا، في لا كومينيون اللي دايرينها بينا مع بعضان، مع لو فيلينغ اللي موجود بيناتنا. العمل حنا رانا نمثلوا لي بارون تاعهم، اذا بغاو نكونوا حنا لي بارون ديالهم، كلي بار كوم لي بارون ديالهم. ولا بلوس لو ترافاي، ما ينساوش بلي نو سون بروفيسيونيل، هذه المهنه ديالنا لازم نحترموها باش تعطينا.